هذا البرنامج برعاية وردة سرها المحبة بمساهمة ديليس تارتي فريش بن ديليس يبنن العيشة. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب. نجمة راك حرة. بلدينا محلاك محلاك يا لميمة. لا كريمة تارتيني فانواز بنتها ما كيفاش. فانواز حلوة منك. بذرة صدق زرعناها بحبة لقيناها. سيكام محبة وغرام. كوكو عسلامة مرحبا بيكم في حلقة جديدة من حار وحلو. واليوم باش نطيبوا حاجة حارة. حاجة حارة برشة برشة وبنينة ومطمطمة وبالحمص وبالبطاطا اللي هي المقمق. في دارنا هكا نعيطولها المقمق انا وداجي وليت كلمة السر بيناتنا. وبرشة من اللي تابعوا فينا في الانستغرام على الكونت بتاعي سايما جيرل يعرفوها كلمة مقمق. اليوم باش نعملوا المقمق اللي هي المقرونة تونسية المحرحرة كيما فسرته لكم توا. وباش نبداو بأول إتاب هاكا اللي نتصور ناس الكل تعرف الطيبة هاكا اللي يعرفها يتفرج وكان عنده هكا ملاحظات ولا حاجة يخليهم لنا على الباج فيسبوك الكوجينة ولا على الباج انستغرام الكوجينة. واللي ما يعرفهاش هاكا يتعلمها. أي أول حاجة توا يا سيدك بن سيدك باش ناخذوا زيت نجمة ديو بلوس ونحطوه في الطنجرة متاعنا ونسخنوه. انا اول حاجه نقلي الفلفل والفلفل الشاي حتى يخرجوا ريحتهم بشكل زيت يزيد يفوح. انا راه تقولوا لي مقمق ومقرونه كنولي في عالم اخر. كي تونس الكل ضالي فماش تونسي ما يحبش المقرونه. به نزيد نخليه يحمى شويه باش كي نحط البصل باش كي نحط الفلفل يعرف هكا. خديت طروف الدجاج متاعي باش نحطهم لهنا. انا ديما هذي استوس علمها لي داجي داجي اللي هو بابا علمها لي داجي قال لي ديما ماذا بيك الدجاج ولا اللحم قبل ما تطيب تفوحوا بالقدي باش يبدا ملون ويبدا هكا يشبع باللفيح اكثر شويه من اللي كي تحطوا ديريكتومون في الصوص. باش نفوحوا باش نحطوا الملح وباش نحطوا الفلفل الاحمر شيع شخشخوه. اوكي ما يحبش الحار يعمل الفلفل الاحمر فلفل زينه مش الفلفل الاحمر المفوى. وشويه كركم ونحطوا فلفل اكحل الفلفلات الكل حاسيلو وباش نحطوا تيبل شخشخوها وباش نحطوا الكركم اكثر من والله جتني العطسه تروح حطيت فلفل اكحل. دقيقه خلينا نتعدل الفلفل ما ديمو سخن بشويه عاد نحيلو هذيا الفلفل باش يسيب حروريته باش ما يترشقش باش نعمل فيه هكا انسيزيون بالسكينه نحي هكا حار ظاهر فيه والقرين الاخر باش نحطهم بعد في الصوص باش نخليه نحطو يتقلي ونحط معاه الفلفل زيدا يتقلي. عندي استوس باش نوريه لكم بعد ما نقلي الفلفل ونرجع توا بربي اليوم خلي كي نعمل حلقه وانا دنيتي كل منظمه باش نحاول ونخلط خلط بهذي لا خلط بهذي الدجاج متاعنا هاك يزيد يشبع باللفيح بالقدي ونحط لفاحات في البلايص الكل. وكان يبداو ساعات يبداو طروف الدجاج مبططين اكثر من طروف اخرين شقوهم هكايا شويه باش يزيد يدخل لفاح في وسطهم. هذوما كبرهم به ما غير ما نزيد فيهم حتى شيء. تراه الفلفل قاعد يتقلي. لاستوس هذيا متاع الفلفل كناش نعملوها احنا في دارنا أنا تعلمتها مرة مشيت العرس وريتهم يطيبوا في الكسكسي. ما كسكسي العروسات طلعوا زادة يعملوا له هكايا يقليوا برشا فلفل في الزيت ونفس الزيت هذاك هما اللي يطيبوا فيه. يا اخي قلت خلينا نولي نعملها يا اخي ولينا من نهار اللي جربتها احصلنا. هاك يتقلي بالقدي يتقلي
اين الله اعلم فيش ساعات نبدا ننطق الكلمات بالغلط ساعات مش ديما يدور ما حبش يدور مصور هذي الكل تصير لك وتبدا تقلبوا في الفلفل وما يحبش يتقلب وحتى الفلفل الشايح هذايا باش يتقلي ويشيح هاوك ومن بعد باش نهروشوه يولي فلفل مهروش بنين هاي هاكا هاو يزيد شويه وكا وما نقليهش نحبو كي يبدا مقلي في القشره هكايا دوب ما تبيض ويقعد ما نحبوش يليث الكل ويقعد يتقرمش شويه هاكي يزيهم هذوما قرينات الفلفل متاعنا هذوما سي بون زاده تو باش نحط اتروف الدجاج متاعي يتقليو باش نقص من النار فم برشا راه ما يقليوش لفاحات باش ما يتحرقوش اما احنا الحق نقليو لفاحات وناس هذيك اللي عملت فيها الطنجره الشقاله باش نخلط فيها الطماطم تاعنا المعجون تاع سيكام هذا يدوب كونسنتري به على الاخر وبيان سور كي تبدا مقمق بالطماطم شق شق شخوها بالطماطم انا جينيرالمون نحط مثلا مش نطيب الاربعه من الناس نحط مغرفه لكوب العبد ونزيد مغرفه زايده للطنجره نحط اربعه مغرف ومشخشخين شخشخو بربي وباش نحط الهريسه نتاع سيكام حرحره وبنينه هذه اللي تزيد اسمع اليوم فريمون راهي مق 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 اللعب لي باش نحط بالبدا وباش نزيد زيد هريسه عربي عباره هريسه هريسه هذه ماعش مقرونه هذيا باش نحلهم بشويه ماء باش نسهل عمليه التقليه نتاعهم هاوك ونحط معاهم بيان سور اهم حاجه في المقمق هي الثوم ترى هذوما باش ما يتحرقوش لا هذيا ما تشدوش بالقدر حرك بالطنجره فوالا ما تخافوش هذيك ما يتسميش تحرق باش ما تقولوا غميق عادي على الاخر نخلط الخليط نتاعي هذايا الكل فوالا وتوا باش نحطو يتقلى فما اللي يحطو زيد بصل في المقرونه اما الحق الصوص نتاع المقرونه تجي بيه تبدا من غير بصل الحق الحق انا بالنسبه ليا بعد كل واحد كنت طيبها بالبصل بعد بدلت راي هاك تو يقعد يتقلى بالقدا ونبداو كل ما نحسوه شيح من الماء نزرقوا له كيما تقول ما تجي شويه ماء دافي ديما ماذا بينا كي نطيبوا نمرقوا بالماء السخون باش ما نعملوش هذيك الفرق في السخانه ومش باهي في التطيب وتكينكم هكايا تنجموا كي تحطوا برشا طماطم كيما هكا تحطوا معاها انكيتا سكر باش يسرع عمليه انها الطماطم تتقلى وتتنحى منها القروسيه هاك اما تعجبني القروسيه هذيك تبدا نتاع الطمطمه هايك ونحط معاها توا طريفه الحمص راهو فما ناس ما يقليوش الحمص او احنا طول حياتنا نقليوه ويتيب راهو في الاخر نجمو كان تحبوا تربحوا وقت طيبوها في الكوكوت ومن بعد ما تمرقوا تسكروا عليها الكوكوت 15 دقيقه ملي تدور الفلسه توا الدجاج يهبط هكا طري على الاخر نخليوها تتقلى بالقدي 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 لو طون اللي هي تتقلى باش نحط ماء المقرونه نتاعي يسخن ديجا الماء سخنته شويه هذيك ما نحبوش الغاز هذيك نحطو لهنا فوالا ومع ماء المقرونه باش نحط ملح اسمعوني فما قاعده مهمه على الاخر ريتو المقرونه كي طيبوها تحطوا برشا ملح في الماء لازم ماء ملح بالقدا حطيت ملح وباش نحط الرند ومن بعد كي نمرق نزيد رند في الصوص اليوم خديت المقرونه الفل لازم مقرونه فل عندك تبدا مقرونه عربي تبدا بنينه تلصق فيها الصوص بالقدا وتجي به على الاخر هاي هاي كتتقلى تتقلى
كرونا ضربه ضربه ذي طاو خلني نحط شويه ماء باش ما تشدش ريتو كيفي بشويه بشويه كها وعطوه باش نزيد نخليها تتقلى وقت التقليه الحق تاع ربي يا نطيب في حاجه هكا غارقه باش الصوص ما تحربليش الدنيا يا نغطيها اللي تعلمت على حميتي ديما كي تقلي تغطي لوخ احنا في دارنا عمرنا ما نغطيو كي نقليو اما بيه واحد يشوف عباد اخرين كيفاش طيب ينجم يسانسبير منهم وكي يلصق شويه حاجه تعلمهم من دارهم من دار حميتي من دار ما نعرف شكون وين نمشي نبدا هكا نسرق في الافكار تاع التطيب أكا هاو تاو باش نزيد نخليها تتقلى شوي بعد نمرقها بالماء ونحط البطاطا تشيب و انتخطان باش نزيد نستنى كل ماء يغلي شوي ونحط المقرونة الفيلم تاع وردة اسمعوني ديما باكل مقرونة أقراو قديش لازم وقت باش تشيب المقرونة متاعكم 7 دقائق ما تخليوهيش أكثر راهي تعجن لكم كي تعجن تولي ما عادش باهية وأنا عندي أستوس جينيرالمون ديما نحط معناها ننقص بدقيقه خاطر من بعد ما زدت نحب نزيد شخشخه في الصوص تو نوريكم كيفاش بعد الفاصل رجعنا لكم بعد ما طابت المقرونه نتاعنا انا المقرونه خذيت فيل نمرو 2 نتاع ورده خاطر انا نحبها الحق الحق نتاع ربي وتوا يا سيدك بن سيدك عندي فكره اخرى مش مغرفه هذه مغرفه اخرى الصوص نتاعي بعد ما مرقتها وقعدت تطيب وزادت تبقبق جوست قبل ما تطيب في الاخر نزيدها شويه ثوم باش تبدا ريحته فريشكه باش تتحرب الدنيا بالطبقبيق تاع فوالا خنزيدو هذا الكل ديما ديا لاستوس الثوم على مرتين تنجح على الاخر هي مقرونه لازمها الثوم والرند والجو هذيك الكل وزدتها زيد قرين فلفل ونحكيلكمش على الريحه نحكيلكمش نحكيلكمش على الريحه البنينه وباش نحكي لكم توا على الفلفل تاع قبيلي كاريتو الفلفل اللي قليتو اوكي يبس توا باش انهروشو ناخذ هذا يبس اكثر خاطر باش نحطو هكا بيكم تحرحروا يجيكم كيما وصيتكم وصيتكم مره في حلقه اخرى عمركم ما تتحرحروا بالفلفل ولا بالسلطه المشويه وتمشيو تعملوا جافيل ولا دونتيفريس ولا اعملوا شويه زيت وسعوا بالكم شويه وبلوهم بالماء البارد توا يبردوا لي زاستوس الاخرين كل جربتهم ويزيدوك تلهليبه توا باش نهرس الفلفل نتاعي باش نحربها بالحس هو الحق الحق كان قليتو اكثر راهي تهرش اكثر بسهوله كان جي زيد المهريس نحاس راهو باش نعاونو باش نعملو هك يزيد يتهرش كاو يزي هرست فيها البركة وكان نعملكم في الانيماسيون في جاركم مش تفرجوا فيا الطيب وفيت الحكاية يداي باش تتحرحر راني فهمتها انا العملية تا نعمل شوية زيت ونوسع بالي كيما قلت لكم الفلفل الحق ما تهروش برشا انا باش نحطه كمام خاطر يعمل ريحة بنينة على الاخر قلبي 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 هاوكا توا باش نحي تروف الدجاج ونقص من الصوص باش المقرونه نتاعي ما تجينيش فيها الصوص اكثر من اللازم ومن بعد كان ظهر لي نزيد نزيد انا حره بس خير مصحت مريولي بشوي باش نحي النار باش ما تقعدش تبقبق لي تحرب لي الدنيا نحي البطاطا نتاعنا نحي تروف الدجاج نخليهم هكاك نحيوهم بالصوص باش من بعد كي نزينوهم يبداو بالصوص نحيو الدجاجة الأخرى البطاطا الأخرى قرين الفلفل اللي حطيته في الأخر باش يزيد يفوح الصوص باش نقص شوية صوص وبعد توا نزيد كي يظهر لي ديما نعمل هكا باش هكيكا ما تجينيش مطمطمة أكثر من اللازم وتوا باش نخلط المقرونة تعرفوا كي الحس اللي تعملوا المقرونة كي تبدا تخلط بالصوص قلبي 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 قلبي
هايك نحط المقرونه بتاعي الكل خاطر نعرف اللي عندي بزيت صوص. نحي ورقات الرند ونرجعوا على نار هاديه. لي كالعاده غلطه في الكينون. هاو نخلطوا. تسمعوا ان شاء الله قاعدين تسمعوا في اللي نسمع فيه. مش اوه بيان سور معناها هكا تجي حمراء ومحرحره. هاني باش نزيدها توا بنك الصوص. هاوك وبالحميصة اللي يقولك قدر تربي. هاوك عنا عام كامل باش نعملوا انواع المقرونه الكل، العربي والسوري والطليانية، قدرة ربي مع بعضنا يطيبوا برشا روسيتات بنين وسهلين وفيسع فيسع، خاصة فيسع فيسع. عينا في داري نطيب كل شيء إكسبريس وبنينة مش خطرو فيسع فيسع. هايكا تخلطت مشخشخة بالقدي، توا باش نزينها في الصحين متاعي ونزيد ديما نحطها على نار هادية هكا خلطها باش ما تبدليش، باش تزيد تشربك الصوص مليح. اها اوكي خنحط في الصحين. يا بامبك جوعت روحي اليوم. اها نشخشخوه الصحين باش يبدا مزيان. ما عرفتش نتكلم والله دخت. نسكر النار ولا خلنا نظف الصحن. خل كامل ساعة نحط الدجاج وكل. نحط طرف الدجاج متاعي هو كم طمطم. نحطو اي سخون اخ. نجمش نصبر نزولي فيسع فيسع. نخو مغرفة اخرى ما عادش فيها ونحطو كعبة البطاطا يبداو كيكا مطمطمين بالصوص وكعبات الحميصات متاعنا هكا هكا هكا. اسمعوني واختاروا تحطوا. انا الحق تعرفي باش نحط الفلفل المقلي باش نحي الفلفل طايبه وكفوح فيه الف برك. نحط القرين المقلي وكاو حضرت مقرونتنا والله جيلو على بوش كي يقولوها. ومع المقمق متاعي خاطرني الظاهره توا باش نتحرحر وسخونه وبنينه وكل باش نزيد كويس البن باش يبرد الدنيا الكل. باش ناخو البن متاعي ديليس يبدا بارد بالقدي بالقدي ونصبو في الحليب متاعي وحضر فطوري باش نمشي نجري توا نغطس في الصحن. هاوك هاوك البين. انا ظاهر فيا نسيت حاجه اخرى، نسيت حاجه اخرى مهمه برشا اللي هي جبن. كيفاش شعره شعره لنسيتو اللي هو جبن ديليس غابي سبيسيال بات. هذايا واش نجم واش نجم واش نجم كامل كامل قاعده هكا بالسيف. ترني حطيت جبن قبل ما نحط الدجاج باش يذوب بالقدي. دقائق تنقول لك ذيك اللي بيك. تو نهز طريف الدجاج بسم الله هاوك ونحطو الجبن متاعنا باش يذوب بالقدي. وكهو تو تو ما قعد لي كي نقول لكم باي باي. نتقابلوا في حلقه جديده ونعملوا ان شاء الله حاجه حلوه. خليني تو ناكل مقمق. تشاو. هذا البرنامج برعاية وردة سرها المحبة بمساهمة ديليس. الجوتا هي ديليس. نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة راك حرة. جولدينا محلاك محلاك يا لميمة. لا كريمه تارتيني فانواز بنتها ما كيفاش.
فانواز حلوة منك. بذرة صدق زرعناها بحب القناها، سيكام محبة وغرام.